وقته ومد كرة نقول لنا ثابتة لمن الكرة طايدر طايدر اللي كان خارج المنطقة. شوف أنا خارج المنطقة مرر الوقت اللي خدا اللاعب جابو لاعب جابو نقول خدا وقت كبير رفد راسه شاف اللاعب طايدر خارج كرة اللي مدها له نقول خارج المنطقة وين اللاعب طايدر كانت عنده مساحة كبيرة رفد راسه وحط الكرة في الزاوية الثانية وين الحارس ما يقدر حتى شيء ما باش يجيب الكرة. حارس الانتر يهزم مرتين في هذه المباراة مع هذا الهدف الثاني من طايدر وقبله الهدف الأول كان من السوداني والعلامة الكاملة لعبد المؤمن.